والله يا اخي زي ما انت شايف هذول بيجي وقت ما بدهم بسوا المحسوم وبوقفونا بالساعه وبالساعتين والثلاث. قبل اول ما اجوا صاروا يقولوا في طريق من الواد روحوا عليها، خلوا البلد تمشي اربع خمس ايام وعاودوا سكروها. وهي بيجوا زي ما انت شايف توقف تروح عنده اعطيني الهويه وقف مع السلامه، هذه شغلتهم نشفوا ريك الناس. يعني رساله بس لربنا الله يفرجها على الناس جميعا. من الصبح للمغرب على ترويحة العمال بحشرونا نفس الحشرة ساعة وساعتين. أهل مرش يعني الواحد بروح تعبان من الشغل وهي بقعد استنى لساعة زمن، مش عارف شو بدهم أو شو بيسووا كادي أو عشو بيدوروا. هذيك اليوم بقول لي يعني بقول لها إنها ساعتين والبنت بدها تروح على الحمام، بقول لك أنتوا بسووا مشاكل، شو المشاكل بسووها هاي البركة مش فاهم. الله يفرجها علينا، شو بدنا نسوي؟ مش طالع بدينا شيء. شوف احنا من دير دبوان عندي محل اعلاف، جاي اودي علف لزبون عند اغنام، هاي ما قدرتش لفيته عاد لاني اذا بدي ادخل على بركه بجوز اطلع الليله بجوز ما اطلعش ثلاث اربع ساعات، وهذا الهم هلكيت حوالي 20 يوم او شهر على نفس النهج. فاحنا بنعيش يا عمي الحمد لله رب العالمين على كل حال، تضييقات مستمره، بوقف الواحد هناك ساعتين ثلاث اربعه، بيجي بيصور هويتك بعدين بقول لك روح. معاناة استعمار، معاناة رسالة غير لا الله مذلة يا رجل. احنا وجهنا رسالات كشعب فلسطيني للجميع البشر اللي في الكرة الأرضية، اللي من ديننا واللي مش من ديننا، واللي من لوننا واللي مش من لوننا. بعد عمك وما فيش لا حياتي اللي من تنادي. والله ستونا يا عم، واحنا طالعين بفتشونا واحنا راجعين بفتشونا، يعني الواحد صار يحسب حساب وانت يطلع وانت يرجع، يعني معطلين عن اشغال لبحرك حالتنا حيله مروحين من الشغل، وانا طالع فتشوني وهالكتبه بده يفتشوني والهويه باخذوها واحنا طالعين واحنا راجعين. زهكونا حياتنا فيش حل، شوفوا لنا صرفه معاهم شو احنا بدنا مسجلين علينا تشيل للقريه من ثلاث مناطق فيش غير هالطريق نطلع ونعبر منها، يعني هاي مسجلين على البلد لا حدا بروح ولا حدا بيجي.